هذه الطائرة استفادت من ترخيص استثنائي لتحط هنا بمطار الدار البيضاء. عمليات إنسانية لإجلاء مواطنين أجانب عالقين على التراب المغربي بسبب كورونا. حسن مواطن كويتي كان عالقا بالمغرب رفقة أسرته الصغيرة، يبدو هنا سعيدا. اللهم لك الحمد والشكر، ندوز رمضان بلدنا إن شاء الله يا رب. اللهم لك الحمد والشكر، يعني شو أقول لك، يعني والله الكلمات تعجز عن وصف الحالة، يعني كنا بحالة أخرى. يعني الأمر لا يختلف هنا عند عداري، فبعدما فقدت الأمل في صيام رمضان ببيتها هناك بالكويت جاء الفرج بفضل مبادرة الإجلاء. إن شاء الله راح نقضي رمضان مع أهلنا، إن شاء الله متفائلين كلنا، لازم طبعا نتفائل، شهر بركة وشهر خير، إن شاء الله الأمور تتحسن، والله إن شاء الله يديم الأمن والأمان في كل دول العالم وتنزاح المحنة هذه. في سياق آخر، تقول الحكومة المغربية إنها تبذل جهودا كبيرة لتأمين عودة 21 ألف مواطن مغربي عالق بالخارج. السفارات والقنصليات، لأن ذات واحد تعبئة استثنائية باش تحاول ما أمكن تعالج أقصى ما يمكن من الحالات. كاين واحد الجزء اللي هما القنصليات تكلفوا لهم الفنادق. ورخصت السلطات المغربية بتنظيم أزيد من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب انطلاقا من مطارات البلاد، ويوجد أزيد من 80 ألف أجنبي عالق على التراب المغربي بعد إغلاق الحدود لمحاصرة انتشار وباء كورونا. يفتح المغرب جسرا جويا لترحيل الأجانب العالقين على ترابه بسبب كورونا، ويدرس بالمقابل فتح جسور معاكسة لنقل مواطنيه العالقين في عدد من دول العالم قبيل وخلال الشهر الكريم. كريم القرقوري، العربي، من مطار محمد الخامس الدولي، ضواحي الدار البيضاء.